فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إذن من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق فقد نقل حصر الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية فقط. أي نعم، عنده الإيمان اللغوي فقط. أي نعم، كما لو قيل الصلوات الخمس يعنى بها الدعاء فقط. هكذا نعم، والزكاة يراد بها الطهارة. نعم، أحسن الله إليكم. والصيام يراد به مطلق الامتناع، مطلق الإمساك عن الحرام وعن الكلام وعن نعم.